مع السلامة، مرحبا بكم في كوجين حنونة. اليوم مع بعضنا باش نشوفوا دسير سهل على الاخر بثلاثة مكونات ويحضر في رمشة عين. والنتيجة نحبكم ترجعوا لي وتقولوا لي شرايكم في الكومنتات. ما نطولش عليكم، نتعدوا للوصفة. هنا حضرت الكريم باتيسير وحطيتها تبرد في الفريجيدير. بتبيع ما تنسوش تغطيوها بابي فيلم باش ما تعملكم شكل قشرة. اللي يحب يعرف أكثر الديتاي نجموا تشوفوا فيديو الكنافة، تنخلي لكم الرابط أعلى شاشة. كيف كيف عملت نفس الزيتاب، توا باش نحلها شوية بالروبو كما قاعدين تشوفوا. ديما احنا نبداو حايرين في سيدي رمضان، نحبوا حويجة حلوة بعد شقان الفطر. هذه عجبتني الفكرة على خاطرها سهلة على الاخر وما تشدش شاليد. باش نزيدو على الخليط ساشي كريم شانتي وباش نضربوها مليح بالروبو. وبالطبيعة هنا حبيت نذكركم ما تنسوش تدعموني بالضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم جديدنا الكل. نخدمو مريحة الكريمة متاعنا لين تحصلوا على القوام هذايا. تبدأ هكا كيف ما تشوفوا فيه خفيف وليجي على الاخر. وتوا كيف العادة ما تنسوش تحطوه في بوش هدوي، واللي ما عندوش ياخو ينجم يزين حتى بالمغرفة، اما اني ننصح بالبوش هدوي راه يتسهل على الاخر. هنا حضرت شوية فريز، انتم تنجموا تحضروا اي غلة تحبوا عليها. وباش ناخو البسكوي تقريبا فما 100 غرام وباش نرحيها بالروبو. وباش نزيد مغرفة زبدة ذوبتها ونضيفها للخليط ونخلطوه مليح لين يشرب البسكوي الزبدة. هنا كيف ما ريتوا اني استعملت بسكوي ستار خاطر فيه هيك القوس عليه يجي بنين. وما تبقى كان مش نزينو الكويسات الا عنا ولا صحيفيات، نعملو طبقة بسكوي وباش نزيدوها طبقة من الكريمة اللي عملناها. للي يحب زادا ينجم يضيف الفاكهة، الفواكه الجافة، لوز ولا بوفريوة. وتوا باش نضيف مغرفة فريز. هنا ملاحظة راني الفريز ما فوحتوش، ما حطيتش فيه لا سكر لا قرص خاطر كيف تزيدوا حاجة يسيب الماء. خليته معناها الجو الناتور ديجا هو مع الكريمة اللي عملناها مع البسكوي يعطي حاجة روعة بالحق. ونزيد هنا طبقة أخرى فريز نزيد نشخشخها. عملوا لي تقريبا 6 أكواب الكمية هذه. استعملت شطر إيتر حليب باش عملت كريم باتيسير وشطر باكو بسكوي ستار كيما قلت لكم غرفة زبدة ذايبة، معناها بالحق تحلية اقتصادية للغاية وتحضر في رمشة عين. وكيف تشوفوا كيما تشوفوا الشكل هايل. دونك زدت شخشختها بالكريمة وزينت ليفيرين بشوية بيستاش وشوية أموند إفيلي. وأكيد كان عملتوهم بكري استحفظ عليهم في الفريجيدير. وهكا نكون تحصلنا على ديفيري دو فريز في أسرع وقت وأقل تكلفة. ويظهر لي ما أسهلش من هكا، نتصور كل واحد يتفرج على الفيديو كان عنده شوية فريز ولا شوية بنان في الدار ولا كيوي زادا ينجم يعملهم سيرو بلاس خاطر ديما احنا عنا الكريمة في الدار والكريم شانتي الأكثرية حاجات ديما موجودين في كل منزل. وتو ما تبقى لكم مش نقول لكم شكرا على المتابعة. دمتم بخير وإلى اللقاء في وصفات أخرى إن شاء الله.